القضية الفلسطينية حاضرة بقوة بكم. لماذا؟ لأن كل فلسطيني لاجئ في الشتات، وقصة كفاح وعنوان للقضية الفلسطينية. قال لنا مثلا ونسي أباه، قال أنا ابن القضية الفلسطينية، وهي منه ومن أمثاله براء. إنه جمال ريان، بوق الخيانة في قناة الجزيرة القطرية. الرجل عاش طوال عمره يحاول الهروب من تاريخ والده الملوث بالخيانة عن طريق رفع شعارات براقة يحاول بها خداع الجمهور العربي، ولكن التاريخ لا ينسى والحقائق لا تمحى، فهو جمال مصطفى الريان شيء لا يستطيع تغييره والهروب منه، فخيانة أبيه ستظل طوقا في عنقه مدى الحياة. فمن هو مصطفى الريان والد جمال ريان؟ سمسار أراضي نشط خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، فضحته رسالة ماجستير أجريت في جامعة النجاح الوطنية عنوانها ملكية الأراضي في قضاء طولكرم في ظل الحكم البريطاني، كشفت عما كان مستترا لعقود، وفضحت الخيانة والدور المشبوه الذي لعبه السمسار مصطفى الريان في بيع أراضي الفلسطينيين إلى اليهود بالوعيد تارة والترغيب تارة أخرى. ظل يهدد أصحابها من الفلاحين البسطاء بأنها ستؤخذ منهم عنوة إن رفضوا بيعها بالتراضي، فأقنع الحاضرين ببيعها بأسعار تراوحت وقتها بين 3.50 جنيه وثمانية جنيهات أو أكثر قليلا. يظن الجهلاء والخائنون أن سلسال خيانتهم قد ينتهي أو يدفن مع خائنيهم عندما تأتيهم المنية، ولكن عرق الخيانة لا ينتهي بل يتم توريثه. فمن ظهر السمسار الخائن مصطفى الريان خرج جمال ريان ليكمل دور أبيه في خيانة قضايا الأمة العربية، ويمارس خيانة من نوع جديد تتمثل في محاولة تزييف وعي الشعب العربي، حيث نصب نفسه مدافعا عن الإرهاب وتنظيماته من خلال عمله بوقا في قناة الجزيرة ليثبت أن الخيانة داء لا شفاء منه.